كلام امك. اسمع كلام امك يا ولا يا كيمو، ما تسمعش كلام مخلوق غيرها. هات يا بنت، هات. اسمع كلام ابوك وما تسمعش كلام امك برضو. طب على الله يا كيمو. امسكي امسكي، تعالي يا حبيبي تعالي. مال عليك، بالراحة بالراحة ام لطفي، بالراحة. يا اختي ده هتنمي عيني. يلا يا عيال، يلا يا عيال. ايدك برجال حلقة مهببك ده. ومين دي؟ ايه يا امه؟ في ايه؟ مفيش حاجة، ده دي منا زوجة السماء. ادي جامد يا نهارك اسود ومطين يا حراق. انت ايه اللي انت عملته ده؟ بتتجوز على نوجة؟ ده انا سكنت لسه على رقبتك يا شيخ. وانا سكنت في قلبك يا نوجة. هتعوريني هغزك واقتلك. وحبيب القلب الاولاني ابو النونو لو عرف ان انت كنت حامل منه ورحت اتجوزتي وانت حامل وسميتي ابنه باسم راجل تاني هيعمل فيكي ايه؟ تيجي نجرب كده نقول له ونشوف هيعمل فيكي ايه؟ انت بتخوف لبهجن يا حراق؟ زي ما انت بتخوفيني برمضان الوردان يا عين الحراق. لا يا حبيبي، لا دي احنا فيها سوا، والواد مكتوب باسمك وبرغبتك. هذا لو عرف هخلص عليك يا لطفي قبل ما هيخلص عليا. انا اعرف منين؟ نهار اسود، انت بتشتغليني ومفكراني ان الواد ده ابني؟ كل الفترة اللي فاتت دي بتشتغليني ان الواد ده ابني؟ انا الزوج المخدوع على نوجة. انا براءة. انت عارفة المشكلة فين يا نوجتي؟ فين يا توفي؟ ان انت فاكراني توفي، بس انا بقى اعرفك هم سموني الحراق ليه. ويلا بقى نفضي الاوضه عشان ورايا دخله. ايه بقى؟ ايه يا فاكرنا فصل مننا كده ليه باللبس اللي مش بتاع دخله ده ابدا صراحه؟ يعني هو احنا كده ازاي كده اللي هو ايه؟ لا يعني مدام نوجة بره وانا هنا. بس يا لطفي انا مش ضد خالص ان ابقى الزوجه التانيه ولا التالتة ولا الرابعة. برافو. أنا ما بركز في الأرقام غير في الشغل وبس. مش غلط. بس أنا بصراحة حاسة إن أنا في مسلسل الحاج لطفي. مسلسل الحاج لطفي، مسلسل الحاج لطفي يا منة، إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ وبتقولي إنه مدام نوجة، مدام نوجة، مدام نوجة دي في الشركة بس. إنما هنا أنت حرم الحاج لطفي باشا الحراق. اللي خلقته دي علامة، علامة مسجلة. أنت ما بتبصيش على الإعلانات بتاعت شركتنا، الإعلانات كلها وشي. طيب يعني يا لطفي كنا حتى النهارده قعدنا في اي اوتيل ولا حاجه، انت ما شفتهاش اصلا كانت بتبص لي ازاي؟ بص انا قد 10 زيها، بس انا يا حبيبي يعني مش عايزه اعمل لك اي مشاكل. تجمدي انت بس، انا عايزك انت تجمدي. مشاكل ايه؟ انت عارفه انت مع مين؟ ايه ده؟ في ايه؟ مين؟ في ايه؟ مفيش حاجه. ميرسي قوي. مش نوجة اللي تنكات بدور يا حريق. الشرع حلل أربعة، ده كلام ربنا ما يزعلش حد. مش غلط، الشرع حلل لك أربعة، بس أنا بأربعة يا لطفي، والقطة راكبة زيادة.
لا يا روحي، انا مش راكبه زياده ولا حاجه، انا بس عرفت ان البيت هنا ما فيهوش هوانم، قلت اجي ابقى الهانم اللي ورا الباشا. ولا ايه يا لطفي؟ هانم بس ماشي يا لطفي، انا فاهماك وكل اللي انت بتعمله ده هو ربنا ما يهز شعر فيك يا نوك. واضح. القرعة تاخده من الشعور يا اختي، وجرامته الهانم تاخده من الساعه الثانيه. اقعدي يا حبيب امك هنا، الله الله، اعمل فطاير براحتك. دمك عايزه تنشف، عايزه تنشف الهدوم، هنعمل ايه؟ لازم ننشرها في الشمس الشموسه عشان تنشف الهدوم. تنشف الهدوم لازم ننشرها، والشمس بتيجي هنا يا حبيب امك، هنعمل ايه؟ خص عليا يا خارجة من باب الحمام. ايه ده؟ ايه اللي جاب الواد ده هنا وايه اللي عمل كده في الاوضه؟ جاي بارك لابوه. صباحين بركه يا عريس. ايه اللي انت عملتيه انت وابنك في الاوضه ده؟ ايه يا لطف؟ عملت ايه اخوي؟ عملت ايه؟ الواد غيرته مبلوله، ده ناق غيرته مبلوله. اسيبها مبلوله ولا اجي انشرها في الشمس والميكروبات تطير؟ ولا الواد يبرد؟ عايز ضناك يبرد؟ قول. تنشري في البلكونه يا نوجة، مش تنشري في الاوضه. وبعدين الواد ده لازم يبرد، عارفه ليه؟ عشان امه ثلاجه. والله بيتي الملك. انشر هنا، انشر في البلكونه، انشر على دماغك، انا حر. ماشي يا جوز السكرتيرة، ولو مش عاجبك تاخد السنيورة في ايد امك في ايد وتخلع من هنا. شيل الواد هشيكه بسرعة. اوعى ترد الكلمة بكلمة عليا يا بنت. الكلمة بكلمة. روح عشان الدرب بتاع زمان. الحقيني يا مرة، الحقيني يا ابويا. اوعى اوعى يا مرة، انت هتموت في ايدك دي. نفسك نفستين. يا ابويا بس انا انت هتعملي فيها دكر. الحقيني يا مرة. اوعى يا مرة. وهتشوف ايه الحكايه يا بنت نوجه؟ مالك انت هتفضلي قلبالي جوزك 24 ساعه؟ انتش عارف ليه بتضربني وتمد ايدك عليا قدام العوجه ده؟ هي لطفي مسخه، عامله زي البرقوق المستورد بالظبط. ناوت ايدك، محدش غصبك عليها، انت اللي مش شاطر في الفاكهه. البلد يوكل، البلد يوكل يا بلد انت. بس عارفه نوجه، انت تستاهلي كسره رقبتك وكسره نفسك وكل حاجه. الله، امال ايه؟ قلت لك كرم فكك منه، جبتيه عشان تقعديه معانا هنا يقعد في قرابيزي غصب. غير بقى ابن هوجل اللي اتجوزتيني وانت حامل فيه، وبرضه بتلبسيهولي وعايزين اكتبه باسمي. يبقى ده ايه؟ مش لوي دراع؟ لا مش لوي دراع يا لطفي. والسر، السر اللي انا ائتمنتك عليه وعماله بتهدديني بيه، ده يبقى ايه؟ هقول لك يبقى ايه؟ هرق اسود. انت سمعت ايه يالا؟ انا ما سمعتش حاجه. انت واقف هنا بقالك قد ايه يا كارا؟ انا لسه جايه، اللي كنت بعمل حمام. الولد ده سمعنا، الولد ده سمعنا يا نوبه. ما انت سمعت ايه؟ انت لسه هتسالي ايه؟ تعالى ارحمني يا نوبه. انت بتهبب ايه؟ بتهبب ايه؟ انت بعيده جدا. تعالى عاوزك في موضوع. في ايه يا هوجل؟ تعالى هقول لك. ايوه في ايه؟ هقول لك. الباشا هيطردني صح؟ انا كنت عارف ان انا نحس والله وهيمشي. يا اخي اصبر يا اخي، محدش هيطردك. امال في ايه طيب؟ بص يا حرس، انا ايامي في الفيلا بقت معدوده. الف بعد الشر عليك يا هوجل. يا ابني بقول لك في الفيلا مش في الدنيا، انت اهبل ولا ايه؟ طب فهمني. انا بدله البودي جارد بقت ضيقه عليا. شوف يا حورس، انت هتكمل في الشغل وتثبت نفسك، الباشا هيعمل لك اختبارات، قال لك خون هوجل خون، بيع هوجل بيعه. اه كده وكده انا فاهم طبعا. لا بجد، انا عاوز يديلك الامان عشان انت هتبعيني جوه الفيلا، فاهم يا حورس؟ فاهم. توحشني قوي يا هوجل. ماني مش ه... انا مش هوحشك يعني. انا توحشني والله العظيم يا ابويا. بس بس ما تسيبنيش يا هوجل. والنبي والنبي بس بس. Thank you.
بص بقى يا عم كرم، الاوضه الحلوه دي فيها حمام وهتبقى بتاعتك لحد اما افرشها لك واعلق لك كل الصور اللي انت بتحبها، كل صور الناس اللي انت بتحبهم، محمد صلاح بقى، لونار. بالنسبه بقى نوجا الاخ ده ما يهوفش بره باب الاوضه، ولو امي سالتك في ايه بالظبط تقولي لها هو كيفه كده، هو الواد كيفه كده، يفضل قاعد في الاوضه ومش عايز يخرج بره، وتالفي عليها اي فيلم. ما انت يا كراميل سمعت ايه يا حبيبي؟ قول لي وارحم روحك. ما سمعتش حاجه يا نوجا، قلت لك ما سمعتش. طب بص بقى يا عم كرم يا حلو، سمعت ما سمعتش، بقك ما يتفتحش بنص كلمه، عشان لو ده حصل هتبعك يا كراميلا. وبقول لك الكلام ده ليك ولاختك، لا ليك بس ولا لاختك بس، هتبعوا يا نوجا وانت عارفاني. امين يا عم كرم؟ امين يا ست نوجا؟ امين امين يا لطفي امين. خلاص ما انا ملطيطه معاك في كل حاجه، الله يخرب بيت اليوم اللي شفتك فيه. في واحد بيسال عليك بره، بيقول ان هو اسمه النقيب علي فايد. مش النقيب علي فايد ليه؟ مش وقته، خليه يدخل بسرعه. طيب خليه يدخل بسرعه. اتفضل حضرتك. شكر جدا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا باشا، ده سعادتك نورت الدنيا. مش غلط طبعا، انا عارف سعادتك على فكره، سعادتك تبقى قريب كمال باشا اللبات صح؟ مظبوط. وسعادتك والدك يبقى محمود باشا فايد صح سعادتك؟ صح. يعني اصيل اصلي مقصر. اتفضل سعادتك، نورت الدنيا كلها. منا كرتونه الهدايا الحلوه الفي اي بي في عربيه الباشا دلوقتي حالا وبسرعه. لا 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 خالص، انا مش هاخد اي هدايا. لا يا باشا، ما هو انا طبعا سعادتك يعني تعوز او ما تعوزش دي حاجه ترجع لك، بس ده واجب علينا. مش معقول سعادتكم تبقوا بتفضوا ارواحكم يعني عشاننا، واحنا نستخسر فيكم مثلا يعني شويه هدايا يعني؟ مش ما تجيش قهوه الحكومه ايه؟ اه كده ماشي، ممكن اشرب قهوه. مظبوط منا، قهوه مظبوط. بسرعه دي مصيبه باشا. وربنا وربنا انا عارف سعادتك، انا كنت متاكد من الطلب اللي حضرتك طلبته ده، لان انا متاكد ان سعادتكم بتحبوا كل حاجه مظبوطه صح؟ انت سوابق صح؟ ظلم. انا سوابق بس ظلم. بس يعني طبعا يعني اي حاجه وكل حاجه تيجي من الحكومه خير وحلوه جدا طبعا. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا اتحرمت من التجنيد. عارف ليه سعادتك؟ لان انا ماليش اخوات، وده كان شيء بشع. بس انا اعتبرت ان الفتره يعني اللي انا قضيتها في السجن دي ان انا يعني اديت برضو خدمتي الوطنيه لبلدي ووطني مصر. وطبعا حضرتك مش معقول سعادتك تبقى جاي لغايه هنا عشان تسال السؤال ده بس يعني. يعني اصل لو كده كنت انا فيشت نفسي وبعتت لسعادتك الفيش على البيت على طول يعني. لا بصراحه يا لطفي انا عايزك في حاجه تانية خالص. امورنا يا باشا. كنت عايز اسالك عن بلال صالح العناني هوجن. بلال صالح العناني هوجن؟ في واحد بره بيتخانق وبيقول ان هو عايز يقابلك وعلاء منعه. مش معقول يا منى، مش مين طيب؟ معرفش، بيقول ان هو اسمه بهلول الحمش. بهلول؟ بهلول بيه الحمش؟ انا ناسي الميعاد بتاعه خالص. ده خليه في الميتنج روم لغايه ما اخلص مع الباشا. انا يعني هسيب الباشا واروح له؟ لا لا تمام. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي عليك يا داخليه. ونمسك الخشب بقى، نمسك الخشب جامد. في ما هو اصل يا باشا يعني ما دام سعادتك سألت يبقى سعادتك شكيت، وما دام سعادتك شكيت يبقى بسم الله ما شاء الله الله أكبر، يعني الحس الأمني عند سعادتك شغال 10 على 10 و100%. حلو الكلام قوي. طب ما تحكي لي بقى، تعرف عنه إيه؟ أحكي؟ احكي. بصراحة يعني هوجن ده يا باشا هربان من جريمة قتل. علاء وارب الباب وخليك واقف ورا الباب بالظبط، يعني احتياطي عشان مش فاهمين ايه اللي ممكن يتعمل. بقول لك يا بهلول، ما تفكك بقى من القصه بتاعت انت سرقتني والكلام الحمضان ده، اصل احنا من الاخر يعني اتنين حراميه قاعدين بنتكلم سوا مع بعضينا، بس انا حرامي حويط وانت حرامي عبيط. عفر. كل اللي انت فيه ده من مالي يا حراق؟ مال الكنزي للنزع يا حبش. وقدامك سكتين، لو حابب يعني الحكومة قوي وكده وليك فيها روح للحكومة لهم لطفي الحراق سرقنا يا حكومة، ولو مالكش افتح صدرك بقى واعمل معايا الصح راجل لراجل وخد حقك. ما
أنا جاي لك وعارف إن فلوسي هي اللي كبرتك، بس خلاص مش هقدر أعمل لك حاجة، مش هعرف أضرك ولا أذيك. عارف عارف يا بهلول، ما أنت خايب طول عمرك معاك اللي عايشك سلطان، بس أنت مزيت وزنك والقرش طول عمره هو اللي سيدك مش أنت اللي سيده. يا أخي نفسي أفهم حاجة، نفسي أفهم ليه بتتاجر في الأثارات، ليه بتسرق؟ ها؟ ده أنت بتعشق الفلوس عشق والفلوس ما بتطقش ريحتك يا أخي. وبعدين يعني الشلة الحلوة راحت فين في الآخر؟ ما جت في حجر أنا. عفر يا بهلول. أنا جاي لك معفر جاهز. اقفل الباب ده، مش عايز حد يسمعنا. يا علاء اقفل الباب خالص، بس خليك ورا الباب برضه احتياطي. كل ده علاء؟ اه بس علاء ماله؟ بص يا لبشي، اللي قاعد قدامك ده ميت ميت، وانا جاي لك دلوقتي عشان اساومك على اخر حاجه في حياتي. والله يا بهلول يعني انا شايف ان لو بعتك حلوه انا شاري. انا معايا اللي يكبرك ويركبك على الكل، انا ممكن اخليك اكبر تاجر اثار في مصر تمن. حلو، ايه هو كلام وبكام واخلص؟ اول هام الفلوس اللي انت سرقتها نصها حلال عليك، النص التاني بقى ابقى شريك معاك فيها. طب ما تاخذنيش يعني في الكلام، انا ايه اللي يجبرني ان انا اعمل حاجه زي كده؟ اقول لك اللي يجبرك، بس يا لطفي انا ممكن اسلمك تسليم مفتاح للوردانيه لما يعرفوا ان بضاعتهم معاك، وبعد كده أسلمكم انتوا الاتنين للحكومة. خليك ناصح يا لطفي، وفد نص الحق ورجع النص التاني لأصحابه. آه وماله؟ أدورها في المال. لازم تدورها، بس دورها صح. بص يا لطفي، أنا خلاص كبرت، ما عدتش قادر زي الأول. أنا عايزك تكفيني وتقويني وتأكلني وتشربني، وأنا هقول لك تاريخ كمال النبات النجس كله، هوقعه شر أعماله، هخليك تركب عليه وتداسه كمال صلت هوجن عشان يقتلني، بس هوجن فهمه إنه خلص عليا، بس ما قتلنيش. وانا قاعد قصادك اهو، يعني ما قتلنيش. هو جالنا تواني وحبسني، بس انا عرفت اهرب منه وجيت لك. الله، يعني هوجن لبس كمال اللباد الطاقيه؟ والله حلو. سيبك من هوجن وكمال اللباد وركز معاه يا لطفي، ما تبقاش ضيق الافق واسمعني كويس. الحاجه اللي انت سرقتها مني دي ما فيش في مصر كلها حد يعرف يبيعها صح غير العبد لله. دي لعبتي طول عمري اكتر من كمال اللباد ذات نفسه. اللي ما قدرتش اعمله في شبابي هخليك انت تعمله ما دام انت فاتح صدرك على الدنيا كده. بس اللي يهمني يا حراق انه انت ماشي في سكتك تداس اللباد، تداسه تفرمه، وبعدين انت تقب وتطلع وتحل محله. هو ده الكلام. بس خد بالك يا لطفي، حاجه مهمه هو، انا لو ظهرت في اي خرابه لكمال ابن اللباد ده هيخلص عليا. الله، طب ما تلغيني بقى، لغيني كده وقول لي ايه الحكايه اللي بينك وبين كمال اللباد، وعلم عليك في ايه بالظبط. علم عليها كتير قوي. خلاص يا حريق، ما دام بقينا شركاء هلاقيك. اه
والله أنا فيك هقول لك كل حاجة. أهم حاجة عندي دلوقتي ابن النبات ده، أشوفه كده وهو هيتجنن ومش ملاحق. طب هتجيله منين ولا منين؟ ولا في ايه ياما؟ انت هتوشوشيني ياما، احنا قاعدين في الجنينه قد الحاره، انت اتعودتي؟ لا، ما انا مش عايزه جوز الجزم اللي جوه دول يسمعوني. ماشي، اتفضلي. عايزه ايه؟ نط على ودني ليه؟ انت ايه حوارك مع البت نوجه؟ حوار ايه اللي مع نوجه؟ شكلك كده زي ما تكون ماسك عليها زله، داخل لها يوم سبوع ابنك وفي ايدك ضرتها، وهي عامله نفسها ولا هممها اي حاجه، بس بتقري كده وتنقط من جوه. هو في ايه؟ هو في ايه فعلا يا اما؟ ايه الحكايه بقى؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ هو انت مش قلت لي عايزه اني اتجوز؟ ما انا اتجوزت مره والتانيه بقى، امال اللي هتعملي ايه في الثالثه والرابعه؟ تبقى جبت الهم من روحك يا روح امك. المهم المهم نعم، خرج الواد كرم من الحبسه اللي انت حابسها له دي. الواد مش محبوس بخاطره، انا يا عيني ساعات بسمعه كده بيعيط. طلعه علشان ياخد بحس اخته بدل قهرتها بعد انت ما دخلت عليها بالدره. بقول لك ايه يا اما؟ مالكيش فيه. ايه؟ زي ما بقول لك كده مالكيش فيه، خليني ادور بيتي بقى على مزاجي، عشان انت ما تعرفيش الواد كرم ده عمل ايه. هيكون عمل ايه يعني؟ ما اقول يعني عمل ايه؟ قول يا اخوي. الواد كرم بيبص من الخرم الباب على منه وهو بيتغير هدومه. يا نهار اسود، انا مش عايز اتكلم بقى من الصبح يا اختي. عامة يعني هما يومين كده بقدبوا فيهم واخرجوا، ما تقلقيش. عايزة حاجة تاني يا أمه؟ لا يا حبيبي تسلم. طيب يا حبيبتي نور. ده اللي بيحصل في الدنيا ده؟ العيال بتتولد من بطن أمها قليلة الرباية. خذوا ما يكون الولد بيبص علي أنا كمان. تفحت ولا لس؟ لهوي كرم ولا يا كرم؟ نهار اسود يا لهوي، الواد راح فين؟ يا لطفي الحقني يا لطفي. انهار اسم دول نايل اللي انا ضربت. الحقني يا لطفي. ايه في ايه؟ الولد كرم اخويا دورت عليه في كل حته في البيت مش لاقياه، الواد طفش. انهارك اسود ومنيل يا بنت الفعليه، روح دور عليه بسرعه. الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم يا عيلة فقر، يا عيلة فقر. لقيته؟ لقيت الولد صح؟ عملتيها يا نوجة؟ عملتيها بتلبسها لي؟ عملتيها يا مجنون، وربنا ما عملتي حاجة يا ولا. يما خش ما تقوليش حاجة يا يما. البت هتموت في ايدك. الله يخليك. خش يما، الله يكرمك على وجهك. خشي. أنا ما عملتش حاجة، هنروح أنا وأنت في بابها. يا جزمة ورحمة أمك، ورحمة أمك. لو الموضوع ده ضلم بسببك أنت ولا أخوك ولا حتى ابنك، أنا هدفنك مع أبو زيد في قبر واحد. طب واحد يا نوجة. يا عمو ممكن والنبي ديها؟ ليه؟ عشان خاطري بس والنبي ديها بس. كده يا هوجن تدي رقم مش شغال؟ لطفي يا باشا، زي ما اتفقنا احنا ضد بعض. يا كمال باشا سعادتك يعني الام من مين؟ ده احنا معلمين، ما تقلقش من اي حاجه. الارض هتقع في حجرنا، يعني هتقع في حجرنا. عفريت بهلول هيفضل لبيد لك يا لبيد، هيطلع لك في كل خرابه، وانت اسم الله على مهامك خراباتك كتير. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح المزاد بقطعه ارض زراعيه مميزه، ري نيلي بمساحه 15 فدان على الطريق مباشره بمبلغ 15 مليون. 16 مليون. 16 مليون. 18 مليون. هنا 18 مليون. 20 مليون. كمال بي 20 مليون. 26 مليون. 26 مليون. مين يزود؟ 30 مليون. 30 مليون كمال بي.
الارض ما تستاهلش الركن ده كله. انا لقيت اراضي احسن من دي بكتير واكبر وبسعر ارخص كتير. انا محتاجها يا نور، انا هعرف اجيب ثمنها واكتر كمان. 31 مليون. 31 مليون هنا. 32 مليون كمان. ب 32 مليون. 35 مليون عمنا. 35 مليون لطفي باشا الحراق. 35 40 مليون يا عمنا. 40 مليون بهلول هايل. ايوه كده، ايوه شعللوا المزاد. 50 مليون. 50 مليون جنيه بلال باشا العناني. 50 مليون هايل. ايوه كده، 50 مليون المزاد يا حلو. 50 مليون يا جماعه. يا سلام الله يرحم. فاكر يا هوجن؟ فاكر لما لاحظت الطاسه بتاعت احسان وحرس اللي دفع لك 55 مليون يا عمنا؟ 55 مليون لطفي بالحراق. وحشني يا جماعه. وانت حبيب قلب لطفي. اللي ياكل طاسه سمين لوحده ايوه ياكل اي حد يقف قدامه. الله. 60 مليون. 60 مليون بلال بالعناني. 63 مليون. الحاجات اللي انت علمتها لي ما كفتنيش يا نور، فسافرت اكمل تعليم. 65 مليون. 65 مليون بلال باشا. مين اللي جاب الناس الزباله دول هنا؟ زود شكل عملنا الاسود هيك على وشنا. هايل. ايوه كده بهلول حي يا هوجن. بهلول حي. مين يزود؟ وجاي كمان تقف قصادي. 68 مليون. 68 شكلك مليون. بتلعب بنار انت مش قدها. انا النار. 69. انا النار اللي هتحرقكوا كلكم يا كمال يا لبان. 80 مليون. 80 مليون جنيه. 80 مليون جنيه. 85 مليون. 85 مليون بهلول. بهلول بالحمش ولا هي بتيجي عندنا وتقف؟ ايوه كده. ده مزاد صبياني. يلا يا جماعه شغل عيال. مين يزود؟ فوق نفسكم. انت يا كمال يا لبات، وانت يا هوجن، وانت يا حراق. ايوه مش عايز حد فيكم ينسى أوله. افتكروا كنتوا فين لما كنت أنا؟ والله يا بهلول كلكوا زبالة وعارفين بعض. الله يبارك. بس ما حدش فيكوا لسه يعرف هو. مين يقول؟ 90 مليون. 90 مليون يا ابني، أنت بتدخل نفسك في حرب أنت مش قدها. يعتبروها إعلان حرب. واللي خايف يروح، لأن اللي جاي ما جاش زيه. 100 مليون. بلال بيل عناني. 100 مليون. 100 مليون. 100 مليون. حد هيزود؟ انا هنا، انا ده، انا التريح. الف مبروك، الف مبروك، مبروك عليك، مبروك، الف مبروك. خلاص انتهى المزاد. شوفوا وشكم بخير دلوقتي. ربنا ادى الدكتور جسم وما ادالوش عقل. ليه؟ ليه؟ شكرا. عشان الدور لو هرش، بس لو هرش النقم الفلاح اللي مشغله هيفرم الفلاح في ثانيه. يعني ايه حرية؟ يعني هو كان لازم يفضل عايش كده زي ما هو. طور سقفه عضلاته بس. وربنا انت بدأت طلوة المفهومية من عمك بهلول. شفت بقى حرق اهو المعلم علم فيك صح ولا لا؟ وبعدين انا طول عمري بعامل الولا هوجا كده، طول عمري بيشغله معايا عضلات لا غير مخه. ايوه بس انا بقى مش هسيبه لحد اما يكبر، عشان لو سيبته لحد اما يكبر هيفرمنا كلنا. لا يا حراق لا، ما هو ده لو طور ما تهاجوش علينا. خلينا كده في حالنا، احنا كده حلوين اول. ايه يا مبهلول؟ صح صح يا روان. بص يا لطفي، مفيش حاجه توجع الولا هوجا ده غير اللي منه. يعني انت تدور على هو بيحب مين وتأذي اللي بيحبه، كده تبقى عضيته في قلبه. بس أجارك الله بقى لو عرف ان انت اللي عملتها، ساعتها تروح تطلب الحاجة تشوف لك اي مطحن بني كويس عشان تجيب لنا منه كده، عشان نعمل قهوة سادة ونوزعها على روحك ان شاء الله. خلينا بس نلعبها معاه ونشوف، نلعبها معاه ونشوف هيحصل ايه. ويا هو بقى يوزع على روحي قهوه سادقه، يا انا اوزع على روحي عصير رمان. طب ما ترسينا كده يا حراق على اللي في دماغك، بتفكر في ايه؟ هتعمل ايه؟ فزع فزع.
مش غلط. الحقني يا هوج، المخازن بتاعتنا كلها اتحرقت. انت بتقولي ايه؟ ده احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في حد ناوي ما يقومناش، وده اكيد كمال اللباد. لا دي مش دماغ كمال اللباد، دي دماغ عائلتك. مفيش غير لطفي الحراق. طب وهنعمل ايه؟ العين بالعين، وانا البادي معايا اخرته وحش. بقول لك يا منفاخ، امرني سعادتك. انا عاوز نفقع الواد لطفي كام قلم على كام قفا كده عشان ندوخ. اه سعادتك، يعني لا مؤاخذه في السؤال المحرج ده، عايز القفا ده عادي ولا لوكس؟ يعني يجيب له فقدان ذاكره ولا ترطش الدم؟ سعادتك شكله. انا عاوزك تدلعه على الاخر. في دلع متشال لحبيبي، وحنيه من غير حساب. طب ده لو اتساب ده انا يجيني تعب اعصاب. صح. شوف يا لطفي، الضربه اللي ما تقتلش بتقوي، واللي زي هوجه ده ما يشغلوش انك تضربه بطوبه في الضلمه. يعني ايه تحرق له شويه مخازن؟ عادي مش مشكله. عايز توجع قلبه اسرق مخزن اثار، ما تزعلوش يعني بشويه فلوس يعني ملهاش لازمه. الله، صراحه كلام تقيل من باشا تقل، بس يعني بعد اذن معاليك، اللي زي هوجن ده عشان توقعه لازم تدوخه الاول. اصل انا وانا صغير كنت احب الملاهي قوي، عشان كده بقى اتعلمت اني عشان ادوخ اللي قدامي لازم ازوله شويه الاول. يا لطفي انت دخلتها ماتش ملاكمه، ويا ريت تخبي وشك كويس. سيف ولا يا باشا؟ لا 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 يا حورس، انا بعت لك عشان اسالك عن حاجه كده، عايز اعرف اخبار هوجن ايه. هوجن مش عارف يا باشا، من ساعه ما مشي وانا قطعت معاه وربنا. بطل تكذب يا حيوان يا سواق. انا ما بكذبش يا حراق. حراق حراق، اقعد اقعد، عيب. انا اسف. طب بص يا حورس، عشان يظهر في حاجات كتير اتنست، انا ما اسميش الحراق، انا اسمي حراق باشا يا سواق. حورس يا حبيبي، انا مش عايزك تقاطعه، انا عايزك تصاحبه زي زمان واكتر كمان، واي اخبار تعرفها عنه يا ريت تبلغني بيها طوالي. انا كل اللي عايز اعرفه هو جاب الفلوس دي منين، وناوي يعمل ايه بعد كده، واي حاجه هتبلغني بيها ليك عندي مكافاه كبيره. اوامرك يا باشا. بس انا عايز اقول لك حاجه يا حورس. اتفضل. مفيش واحد خني وعاش معانا على وش الكره الارضيه. طب انا مال، انا مش خاين. هز دماغك وخلاص. ماشي حاضر. انا عايز اقول لسعادتك على حاجه، الواد حورس ده عيل زباله، صاحب صاحبه، يعني مش هيجيب لسعادتك اي حاجه. وما تاخذنيش يعني، لو سعادتك عاوز تزرع حد عنده هوجن، يبقى لازم تزرع حد ما يجيش في بال هوجن خالص انه مزروع عنده. مش غلط. بص بقى يا عم مروان، انا عاوزك تطلع مع الشحنه دي وتحضر تسليمها بنفسك. ليه؟ ليه يا فندم؟ عشان دي اكبر شحنه تطلع من عندنا يا عم مروان يا حلو. بس حضرتك انا مروان مراقب الجوده، مش مندوب تسليم. ايوه سيدي، ما انا عارف الكلام اللي انت بتقوله ده كله، بس انا عاوزك بقى تروح مع الشحنه وتحضر التسليم وتشوف الجوده بتاعت التسليم عامله ازاي. شوف الجوده حلوه مش حلوه. ها كل عيش يا مروان. ماشي حاضر. وهز دماغك. هزيت يا فندم. ما شاء الله ما شاء الله، حلو قوي. يلا يلا شد حيلك يا مروان كده، حلو الخطوه السريعه الحلوه. يلا يا عم الحاج دور كده وسمعنا صوت العربيات. يلا بينا، اتكل على الله. ايوه يلا. ايوه بقى يا حراق يا حلو. يعني ايه؟ يعني ايه العربيات بالشحنه كلهم يتسرقوا؟ شنطه ولا محفظهم؟ طب انت ما تعرفش اوصاف الحراميه دول، ولا حتى خدت رقم عربياتهم؟ كانوا ملثمين العربيه من غير نمر بس، وربنا يا فندم لو كناش مسلحين. انت هتقعد تهلفط في الكلام ده؟ انت هتقعد تهلفط وتقول يا فندم انا ماليش دعوه يا مراقب الجوده. مراقب انت هتفضل ماسك لي في مراقب الجوده دي؟ يلا فوق، انا مش مرتاح لخلقتك من يوم ما شفتك، وهحبسك وتطلع بره. ماشي ماشي يا عم هوجن،
هي بقت كده يعني. احرق حراق، البس حراق، وربنا ما انا سايبك يا اوجه. يا باشا يا باشا، انا خسرت اكتر من نص فلوسي في الطلعه دي. ربنا يعوض عليك يا لطفي. ربنا يعوض عليك يا لطفي؟ ازاي يعني؟ مش واخد بالي. هو ساعتك يعني احنا مش متفقين ان احنا شركاء، وان ساعتك هتوفر لي حمايه وغطا مقابل يعني ان شغلنا التاني يمشي في سكه واحده؟ ايوه، بس ما اتفقتش معاك ان اشتغل لك سكيورتي احمي شغلك. دي حاجتك يا لطفي، وانت المفروض تحافظ عليها. طب بص بقى يا باشا، لو سعادتك يعني تمامك ان انا لما اجي اتضر لوحدي، يبقى شكرا. عارف ليه؟ عشان انا كبير وتقيل لوحدي على فكره، وسعادتك اللي مستفيد مني اكتر ما انا مستفيد منك. وعلى فكره انا لما بكبر حد بكبره بمزاجي. طيب انا عندي اجتماع مهم بعد 5 دقايق. مش غلط، بس انا يعني كل اللي كنت عايز اقوله لسعادتك ان هو كان شكله كده قلب على الكل، وقلب اسد بعد ما كان قطه، وشفط مننا المزاد كله، وداخل بكتفه في كل حاجه، وسنن خرابيشه على الاخر. وسعادتك اللي حضرت العفريت ده، بصراحه انا مش عارف انت عملت له ايه، بس لو ما صرفتوش هيلبس سعادتك اول واحد. اللي زي هو ده اصواتي، مهما اكرمته ونظفته وعملته بني ادم، اصله وتربيته الزباله هي اللي بتحكمه. وهوجن واللي زيه والاشكال دي كلها بالنسبه لي برص. انا كمال اللباك اللي يقف قصادي افعصه تحت جزمتي. ما تاخذنيش يا باشا، احنا بلدنا دي الكلام فيها كتير قوي. عارف ليه سعادتك؟ عشان معلوش جمارك. ايش يا لطفي، انا هعديها لك وانت خلاص الدنيا لفت بيك، وقاعد دلوقتي تاخد جدي مع كمال اللبات. بس انت فاكر الحكاية دي بدأت ازاي؟ هوجن ده مش انت اللي اصطدته من القطر وقعدت تحفر وراه؟ حفرت طلعت لنا بهلول من تحت الأرض ووردة وحورس، وجيت وسرقتوني، ومن ساعتها مفيش حاجة فضلت زي ما هي. صلى على اللي هيشفع فيك يا بشات. عليه الصلاة والسلام. البرتيتا دي كلها اختراع سعادتك، وحبل كل واحد فيهم كان ملفوف في صابع من صوابع ايد سعادتك. بس يظهر بقى ان سعادتك عجزت شويتين. ليه؟ امال ايه؟ واللعبة وسعت منك كمان، والحبال اتلخفنت. بس لو ما لحقتش يا باشا الحكاية دي، أنا مش معاك. عارف ليه؟ عشان هتلف على رقبتك لوحدك. ايه؟ في ايه؟ انت صحيتي حراق؟ صباح الفل يا توف. توفي؟ اهو بقالك فترة ما دلعتنيش. اخس اخس. طب يعني انا ادلع مين لما ما دلعكش يعني؟ مش انت جوز حبيبي؟ مش عارف، خايف تكوني بتدلعيني وهتطلعي بتلدعيني. اخس عليك. بس عجبني حاجة انك قام من النوم تشعر على الصبح. يلا صباحك فل، قوم كده اما كبس لك ظهرك. بس 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 قوم كده بس 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 كدا. بقى بس ايدك تقيلة. روح جيبي لي كوباية شاي بليمون ولا حاجة عشان صحي مش مظبط. حاضر، من عيني. انا حمل يا جزمة، وربنا لأكون انا اللي مدلعك. الحق نفسك قبل ما البرد يخش عليك. ايه ده؟ بالهنا والشفا. انا والشفا ايه يعني؟ اصعد ليفر في مصر؟ اصلا لقيت امك عامله لروحها كوبايه الشاي، رحت عصر عليها ليمونه وجبته لك قبل ما البرد يتمكن منك، وهبعملها غيره بقى. خد اشربه يلا بقى، هنا والشفا. لا 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 خلاص، شكر قوي، انا بقيت احسن دلوقتي. طب الحمد لله يا رب، ربنا يطمنا عليك دايما كده. هو ايه في ايه اللي بيحصل؟ عشان انا مش واخد بالي. في فيديو نزل لوالدتك وهي بتضربك بالشبشب في الميتنج روم،
والفيديو ده انتشر وعمل اكتر من 200,000 فيو في ساعه واحده بس يا لطفي. حلو قوي اللعب الوسخ ده. ماشي، بص بقى منا، كل اللي كانوا حاضرين في الاجتماع ده يترفضوا دلوقتي حالا. انا هعرف اوريهم بقى شغلهم كويس، والفيديو اللي نزل على النت ده يتصرف عليه فلوس زي الرز لحد اما يتشمن على النت كله، ما يبقالوش اي قطعه. السوسي عم سنوسي. اهلا يا الف مرحبا. اهلا وسهلا. الف مرحبا يا سيدي. بقول لك يا عم سنوسي، ما تعرفش حد كده بيبيع بسبوسه بالبندق قريب من هنا؟ بسبوسه؟ الواد حماده الحلواني على اول الطريق. حلو، حلو قوي. روح بقى هات لي علبه سجاير كده اصفر احمر اخضر وشويه حلويات كده، شكلهم للعلب بتوعك كده واعملوا حاجه حلوه، ولما تجيب الحاجات كلها اشرب انت علبه السجاير عشان الستر تعب. الله يشفيك ويعافيك. يلا بينا بقى. عليك. اخلص يا عم سنوسي. يلا اخلص. السلام عليكم. الممل قوي. عامل زي ايه؟ انت بقيت عامل زي اي بنت ريكلام شغاله في كباري نص لبه، تفضل كده وهمك ومفهمك ان هي نجمه مصر الاولى وياما هنا ياما هناك والدنيا حلوه قوي، وانت بس يا دوبك لو شاورت لها ب 500 ب 50 جنيه تبيع لك اهلها كلهم مش نفسها بس، وفي الاخر تقرف منها. لازمته ايه الكلام ده يا حريق؟ لازمته ايه؟ لازمته ايه بس؟ ما انت فتحت لي صدرك وعملت لي فيها تحطمس الرابع، وانا الاثارات وانا اللي هخلص وفكك من كمال اللباد، وده اي كلام واخرك لسانك. اخرك لسانك وطلعت عجوز، وعجوز قوي. بقيت عامل زي خير الحكومه. خساره فيك تمن الطلقه اللي هتريحك وتريحنا منك. ما لقيت لها الصرفه، وحياه امك الغاليه ما لقيت لها صرفه. السوق اليومين دول بقى عامل زي المراجيح، اب داون رايت ليفت، يعني غير مستقر، غير مستقر. الشغلانه بقت متقفله زي الدومنه، والولا هوجن بقى قافش على الشغل كله، ومحدش قادر يطلع قرش ولا يستلم بضاعه. خلاص بقى، يبقى فكك مننا بقى واطلع من الليله دي، كمان اللي بدا يخلصها بسبع رجله الصغير. معلش بقى لما المعلم يتكلم. لا لا فكك بقى من الليله دي خالص، وخلصت وقديمه قوي. قصدي يعني ناخد وند مع بعض في الكلام. حرق يا ابني. خد مني، خد مني. ايه؟ لما اقول لك مالهاش صرفه يبقى مالهاش صرفه، ولا مية زي كمان اللباد يعرفوا يتصرفوا. الاسمع اللي بقول لك عليه. بص يا لطفي، البضاعه في حضنك، لا هتاكل ولا هتشرب، خليها في حضنك لغايه ما الشغلانه تفك والسوق يطلبها. ليه؟ واتحنط جنبهم؟ انا عايز فلوس، انا عايز فلوس، انا هتعرق، والسوق كله يقعد يتكلم عليا ويقول لك لطفي الحراق من اول ضربه جاب دماغه الارض. من اول ضربه؟ لا 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 لا، انت ايه؟ فلست بدري ولا ايه؟ لا ما فلستش بدري ولا حاجه. هوجن ابتدى يضربني تحت الحزام. طول ما انت قاعد قدامي ومسبسب شعرك
يبقى هوجن بيزغزغك، مش عايز يدوس عليك جامد، عارف ليه؟ عشان يفضل يتفرج عليك ويتسلى بيك. انما الولا هوجن ده شكله كده نيته للكل، وانت اولهم مهببه بستين هباب، وبكره تقول بهلول قال. بقول لك ايه انا مش فاضي للفطه بتاعتك دي، اتكل على الله، عشان انت بقيت تقيل قوي، بقيت تقيل قوي يا بهلول، ومفيش اي مصلحه جايه من ورا خلقتك. اطلع بره. عدى عليا في المكتب يا لطفي، هنتصرف يا حبيبي. احنا مش شغالين في سوق خضار عشان هوجن ده يعرف يوقف. خلاص. لا 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 لا، انسى اسم هوجن ده خالص. انت كمان انسى اسم هوجن ده خالص. انا اسمي منصور السيد مجاور. تعال. ايه يا هوجن؟ اقفل الباب يا حورس. ايه؟ خد تليفون، عشان الكلب ده لازم يموت موتة زيها. انت فاهم غلط يا هوجن، والله العظيم فاهم غلط. على ركبك يبقى انت اللي فاهم صح يا كمال العباد. انا من زمان يا هوجن وانا عايز احكي لك عن ابوك. ابوك ده طول عمره كان راجل طيب، راجل خير، راجل زي الفل، ما يتخيرش عنك بالظبط. انا عشان كده حبيتك واعتبرتك ابني. فاكر يا هوجن لما شفتك في الجنينه بعد ما نطيت من على السور عشان تسرقني؟ انا سامحتك وفتحت لك بيتي هوجن عشان خاطري. اوعى تنسى الخير ده. وبعدين انا مش فاهم انت واقف ضدي ليه؟ انا عمري ما ضايقتك في حاجه يا هوجن. ده انت ما فيش لحظه في عمري ما ضايقتنيش فيها. انا ما شفتش يوم عدل بسبب لعنتك، اللي عشت بدفع ثمنها وانا ما اعرفكش ولا اعرف انا ملعون بيها ليه. طب عشان خاطري ابعد السلاح ده شويه. حورس، عقل صاحبك ده هيروح في 60 داهيه. الكلام ده كان زمان يا كوكي. هوجن باشا حكم بإعدامك وحكمه وجب. طب أنا أقول لك حاجة تانية يا هوجن، والله العظيم وأرجوك صدقني، أنا لولايا كان زمانك ميت من زمان. أنا شلتك وأنت لسه مولود حتة لحم حمرا، شلتك وأنقذت حياتك بعد بيتكم ما وقع عشان خاطري. ما تقتلنيش. ياه، انت كمان طلعت ملاك وانقذت حياتي من تحت البيت اللي هديته على دماغ اهلي. انا كمان يا كمال انقذت حياتك مره واتنين، نبقى خالصين. اتشاهد على الله. لا لا يا هوجن، انا لسه مش مستعد اقابل ربنا. ليه؟ ما كنتش صليت العصر لما بعتت كلابك عشان يقتلوني؟ انا ما بعتش حد، اكيد حد تاني. انا يا هوجن صدقني عمري ما فكرت أذيك. أنت مش عارف يا شيخ كمال اللي بيكذب بيروح فين؟ ولا دي كمان ليها فتوى عندك؟ طب أنت يا هوجن لو قتلتني هتكسب إيه؟ بقول لك إيه يا هوجن؟ تعالى ننسى اللي فات، نحط إيدينا في إيدين بعض. أنا ثروتي كلها تحت أمرك. عارف يا هوجن لو أنت شاركتني إحنا هنكتسح السوق ده خالص. وبعدين يا هوجن أنا وأنت لينا فضل على بعض. أنا لولايا ما كنتش وصلت للي وصلت له ده. لولايا كان زمانك لسه هوجن الغلبان اللي لطفي الحراق بيستغله وبيمرمطه في الشغل معاه. وأنت كمان صاحب فضل عليا، أنت أنقذت حياتي وحياة بنتي. أنا أنقذت حياة بنتك لأنها تستاهل، عشان هي أنضف مني ومنك. بس أنا هقتلك يا كمال، هقتلك وانت دمك حلال قدام ربنا. قصاد ما قتلت ابويا السيد مجاور وعيشتني يتيم طول عمري. انا ما قتلتش ابوك يا هوجن. لما تشوفه عند ربنا بقوله ان انت ما قتلتوش. اتشاهد على روحك.
صدقنا ابوك ما ماتش يا اوجن، ابوك عايش. انت بتقول ايه؟ عايش. ابوي عايش ازاي؟ انت يا كمال نزل سلاحك يا اوجن وخلص الفيلم ده بدل ما اخلص عليك. قلت لك نزل سلاحك. انت يا كمال ابوي عايش ازاي؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ انت داخل علينا البيت بسلاحي هوجن؟ اطلعي انت بره. مش طالعه بره. انت كنت بتكلمني عشان كده؟ عشان افتح لك الباب وتدخل تقتل بابي ولا تقتلني ولا تقتل مين بالظبط؟ اطلعي بره بقول لك. قلت لك مش طالعه بره. حسابنا لسه ما بدأش يا كمال يا لبان. هجيبك لو في وسط جيش بدباباته بطياراته وهخليك تركع قدامي وتتمنى الرحمة ومش هتلاقيها. أنا عملك الأسود اللي أنت ما عملتش حسابه. أنا مش عاوز أذي حد. كله ينزل سلاح. نزلوا السلاح! نزلوه! هشوفك تاني يا كمال يا لبان. يلا حورس. يلا. النسكافيه يا حبيبي. بقول لك ايه يا منتي؟ نعم. هو انت يعني ايه نظامك بالظبط؟ عشان مش فاهم يعني ومش واخد بالي. يعني مفيش اي حاجه جايه في السكه؟ لا يا حبيبي ازاي؟ ده انا طلبت بيتزا وزمانها جايه دلوقتي. بيتزا؟ اه ده انت حلوه بقى منا وبتلوني ولذيذه اهو. بسم الله ما شاء الله. يا منا انا تعبت. انا تعبت جامد قوي معاكي. انا بقيت عامل زي الطور اللي مربوط في ساقيه ومفيش ميه حتى بتطلع. في ايه يا لطفي؟ هو لو في حاجه انا هخبي عنك يعني؟ تعال نروح نكشف. اه ماشي نروح نكشف وماله؟ مش غلط خالص نروح نكشف. انا بصراحه يعني نفسي اخوي كمال الصغير. ومنك انت، منك انت يا منى، البت نوجة بقت كئيبه قوي، بقت بتفكرني بابا قرص بالظبط. بجد يا لطفي؟ بجد بجد. وانا كمان يا حبيبي والله نفسي اجيب عيل يبقى شبهك كده وعينه حلوه زيك. وبعدين بقى بقول لك يا حبيبي. ايه ايه؟ انا كنت عايزه اغير عربيتي. ايوه بس يعني انت اصلك يعني المختاره اليومين يعني اللي هم اللي ناشفين شويه، هم ناشفين قوي. في ايه يا لطفي؟ ايه؟ العربيه اصلها هتطلع من عيني، عجباني قوي يا لطفي، يرضيك؟ لا ما يرضينيش. يعني بكره تطلع على الاجنس تختاري العربيه اللي انت عاوزاها. وانا كمان يا حبيبي كنت عايزه افتح البوطه سنتر بتاعي. انت مش قلت لما اخلف افتحه لك؟ هو انا ما إيش كان مش كان كوافير لغة ياميها ولا انا مش واخد بالي؟ اياميها بص عدى قد ايه؟ وبعدين مش السنيوره بتاعتك بس اللي بتتكلم انجليش، احنا اتطورنا. انجليش؟ هو انت يا حبيبتي هتسوي نفسك بيا؟ في ايه مالك؟ اسود. انا يا منى اساوي نفسي بيكي ليه؟ ليه يا منى؟ ده انت يا حبيبتي ما تسويش حاجه في سوق الحريم يا بيت. ده انت لقمه مقدده مرميه جنب الرصيف محدش هيبص لها. انت عارفه انت ايه يا منى؟ انت عامله زي القرش المصدي مرمي كده اهو من بعد ما البريز اتلغت. يعني مالكيش. انا مش هرد يا لطفي. لا رد. لا رد. لا رد. بقول لك ايه؟ بس وربنا ارمي عليكم مين انت بقى دلوقتي؟ مشترك. معلش يا نوجه بعدين عشان ما معيش فلوس دلوقتي. ما معكش ايه؟ ما معيش فلوس. ماليش فيه يا لطفي، ماليش فيه يا لطفي. اتصرف زي ما بتدي السنيوره تدي. وبعدين انا مش عايزه كتير، انا عايزه بتاع 3 مليون جنيه ولا حاجه يدلعوا لي الدنيا، افتح البيتو سنتر واحط جزمه بقى وهسكت. هسكت يا لطفي. يعني بس استنى استنى استنى. راجعت نفسي كده الصراحه حسيت ان انا هاجي عليك. بكفايه عليك مصاريف السنيوره بتاعتك. خلاص حرام. الله يخليك يا نور. الله يخليك يا حبيبي. هتصرف انا. هكلم ابو زيد قريب. عارفه؟ عارفه ولا مش عارفه؟ هكلمه اقول له انا مزنوقه في قرشين يقوم مدهم. هدهم له. خلاص 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 مالوش لزوم الكلام ده. وماله يا نوجه؟ اديك الفلوس ولو انها اخر فلوس في حساب الشركه بس ما يغلاش عليكي يا ام كمال. اما اما حبيبتي يا غالي عايزه حاجه انت كمان؟ اه يا حبيبي اصل انا كلمت الشمسار و
وقال لي على تربة حلوة قوي أربع عيون شارحة وبارحة كده وترد الروح. عايزك تشتريها لي عشان خرجتي، بدل ما انت يا اخويا عمال تصرف فلوسك على اللي ما تسواش واللي ما تسواش. حسب الله من الشيطان. بسم الله ما شاء الله عليك ياما وعلى اختياراتك الحلوة. ده ايه المشروع الحلو ده ياما؟ انت عارفة احلى حاجة في المشروع ده ايه ياما؟ ايه؟ انها اربع عيون عشان نبقى نطلعها رحلة كده كلنا سوا مع بعضينا، يعني اهو نرزي بعضينا دنيا واخرة. حضرتك ما عندكش اي موانع من الانجاب، الفحوصات بتقول كده. طيب ايه بقى؟ يعني طالما احنا كويسين ايه اللي مأخرنا لحد دلوقتي؟ المشكلة كلها عند الأستاذ. أستاذ مين؟ مش واخد بالي. حضرتك عندك السيمن زيرو. حضرتي؟ اه سيمن اللي هو ايه يعني؟ مش واخد بالي. حضرتك صعب جدا انك تخلف الا بتقنيات عالية جدا، ودي لسه داخلة مصر من قريب ونسبة النجاح قليلة فيها جدا. ايه السيمن؟ انا مش فاهم. حضرتك بتقول ايه بس؟ على فكرة هو متجوز ومخلف قبل كده. التحاليل قدامي بتقول كده، ممكن يكون في خطأ في التحاليل. ده أكيد. نعيد التحاليل تاني ونتأكد. زيرو. أيوة أنا راجع من الشغل مخصوص بدري عشانك. لا 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 روق كده، روق انتبلي. ها انا ابوك، مفيش حد تاني ابوك. ها بس شكلنا وقعنا في ارابيس بعض يا ابن لطفي الحراق. تعالى حبيب امك بتعيط ليه؟ تعالى تعالى اسم الله عليك. الكلام يا لوان على الارض وسايباه مقهور من العياط كده ليه يعني؟ لو مش عايزاه اروح ارميه في اي ملجا. ملجا في عين بعد الشر عليه من الملاجئ. انا ما كنتش سايباه اخويا، انا سبته مع امك ودخلت الحمام وشكلها دخلت نامت وسابتها. لا يا عين امك، انا ما دخلتش انام، انا لقيت الواد مفلوق من العياط دخلت اعمل له اكل. والنبي طب خدي يا ست واكلي. نناء اكلي وسكتي. نناء امسك يا ولد. نناء امك بتقول لنا يا لطفه اكلي بقى وسكتي على ملبس عشان نازله عندي مشوار. راحه فين؟ كنت مؤسس مصر يشوف لي كم محل كده عشان البوتا سنتر بتاعي. ايه ده يا لطفي؟ يا باشا سوق الاثار اليومين دول بقى فيه اسم زي الذهب. هوجن باشا ده العمله الصعبه، الجوكر اللي بيقش. سكتك سالكه معاه بقى هتشتغل وهتاكل من ورا الشهد. مالكش فيه قول لي وانا عنايه ليك اوصلك ليه، بس لمؤاخذه اخد عمولتي. طب بص يا عم اشوفها حلو، انا دخلت السوق ده كانت على ايدك انت، وكنت عارف انك تاجر صغير وموصلاتي، بس مش مهم، مش ده موضوعنا. موضوعنا دلوقتي ان انا وعم هوجن ده مش راكبين مع بعضينا، تقدر تقول كده عاملين زي الميه والنار، ما ينفعش نجتمع تاني. ماشي؟ انا دلوقتي يعني اللي عندي بضاعه عايزك تصرفها لي، صرفها زي ما تصرفها بقى، المهم تجيب لي فلوسها، تبيعها بقى لعم هوجن، تبيعها لغير هوجن، المهم عمولتك محفوظه. يا كبير احنا مش بنشتغل في اكسسوارات حريمي لا مؤاخذه يعني ولا اشربات. الله، وانا لما اخد حته حلوه كده واروح بيها لهوجن باشا مش هيسالني دي بتاعت مين وجبتها منين؟ قول له بتاع الفندام، اخترع له اي حوار مش مهم، المهم ان انت عمولتك هتبقى محفوظه في الاخر. لو انت عايز تشتغل ويكون ليك مكان في السوق لازم تصفي حساباتك مع هوجن باشا، والا لا مؤاخذه بقى تغير النشاط. افتح لك صيدليه اهو، سوق الدواء اللي من دول ماشي زي الفل. الحق يا لطفي نهار اسود. في ايه؟ نهار اسود. في ايه الدخل؟ ما ايه؟ طب حرق بيه، صفي دنيتك كده وكلمني. لا 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 ما تنطقي وتقولي ايه المصيبة؟ الولا كرم اخويا اتمسك تسول من اللي راح طلعه من الاسم بقى واستلمه ببطاقته. مين؟ هوجن. كنت مستني كذا حد يدور لي على الولا، راحوا اتصلني بالنسبة في خلقتي اول ما سألت عليه. يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني يعني هوجن دلوقتي عارف بقى ان كمال ابنه كده؟ مش انا وانت عايشين يا حراق؟ يبقى لسه ما عارفش، لسه هات لي كرم قبل ما يقول. كرم ايه؟ انا مش عرفني كرم فين دلوقتي، انا اجيبه منين؟ تشوف لي هوجن قاعد فين، اكيد ما قعد الواد معاه. قعد الواد معاه؟ طبعا. الله يخرب بيتك انت وكرم وعيلتك كلها فيهم واحد، دي عيلة فقر. كرم يا كرم، ايه اللي حبيبي؟ ايه يا ابو نسب يا حلو يا صغير وحشني.
كده كده ولا ها؟ سيب سيب لطفي الحراق الحلو وتيجي كده تقعد في بيت حلو كده. حرام عليك يا لطفي، انا ما عملتش حاجه. يلا بس اهدى اهدى بس كده وهدي نفسك ويلا معاك. والله العظيم ما قلت حاجه لهوجة، اقسم بالله ما قلت حاجه لهوجة. خلاص بقى يلا بقى. ما قلتش ايه لهوجة؟ انا كارة. ما فيش ده هو علاء. انت اكارة. ما قلتش ايه لهوجة؟ ما فيش ده علاء. علاء ما تقول ايه؟ لك ايه؟ نزل سلاحك يا لطفي، لان رفعت سلاحك على كرم دي مش هعديها لك. لا 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 يا عم هوجة، انا حلوه بتاع زمان. في ايه؟ ده اخو مدام الصغير، والمدام وحشها اخوها الصغير، فقلت انا اخد خاله الصغير واديه لها. سيبنا اخده وحبايب ما فيهاش حاجه يعني. انت جاي تاخده من المدرسه؟ ده انت داخل البيت سرقه. دي عندك حق فيها صراحه، دي عندك حق فيها، وانا معقولك واسف بجد يعني. لان اصل هنقول ايه؟ هنقول ايه؟ ما هو الكار يحكم. معلش يا هوجن، فوتها لي دي واخد كراميلا حبيبي ونروح لاخته وسلام. انت اقف مكانك يا لطف. وبعدين بقى سيب الواد. سيب الواد يا عم هوجن، انت مفكرني عبيط ولا ايه؟ اسيب الواد عشان تمسكني انا؟ فيها هوجن، فيها هوجن بتاع زمان يا حلو، مالك يا هوجن؟ نسينا ولا ايه؟ ده انا المخ وانت العضلات يا هوجن. ايه؟ ما ينفعش تضحك عليا وتشتغلني، مش حلو. انت عايز تخش بيت هوجن سرقه وتخطف الواد وتخرج على رجليك؟ سبحان الله سبحان الله يا هوجن، كبرت كبرت يا هوجن. فاكر فاكر ايام زمان لما كانت امنيه حياتك تركب الاتوبيس النهري؟ ركبته ولا لسه يا هوجن؟ ولو مستغرب لسه هوريك الاخر. انا ما يهمنيش غير كرم. انا لو قتلتك جوه بيت يا لطفي مش هاخد فيها خمس دقايق. انا هعد لحد ثلاثه، لو ما سبتش الواد هموته. حاسب لهوجة الحاسب. يا هوجة كمان يا صغير ابنك مش ابن لطفي. يا هوجة كمان يا صغير ابنك مش ابن لطفي. بتقول ايه انت؟ كمان الصغير ابنك. انت متاكد؟ وسمعت هو ونجوى هما بيقولوا، ولما شافوني الناس سمعتهم حبسوني، عشان كده هربت منهم. انت تعرف فين بيت لطفي؟ اه. الو يا توف. الو، انت لسه هتقولي الو؟ لم كل حاجتنا من البيت وهعدي اخدكم دلوقتي حالا. هو كان عارف ان الواد ابنه؟ يا نهار اسوح يا نهار اسوح يا لطفي. اخلصي. انا عليك يا ضنايا، لك قبين الاتنين انيل من بعض. اه ايه يا ترى الدنيا مخبيه لك ايه ومخبيه معاك ايه؟ اسكت اسكت، احنا في مصيبه. اوعى تطلع نحسه ولا زي ابوك هوجة، ولا تطلع ندل زي ابوك الحراق. استرها يا رب. بقول لك يا كيم، انا امي راحت واخويا راح ومش باقي لي غيرك يا كيم. ها؟ احنا ملناش غير بعد انا وانت. انت يا بنت رايحه فين وواخده الشنطه الكبيره دي معاك؟ رايحين مصيف انا وتوف. يلا يلا نوجه بسرعه. استنى يا ولا، هو ايه اللي يلا؟ انت مالكش ام تفطمها؟ صاحب المعزه دي ورايح على فين؟ ياما قلت لك قلت لك رايحين مصيف، واحتمال بعد كده نطلع على ليبيا. ادعي لنا بس انت. يلا انجزي. استبر، طب هجيب بزازه الواد نسيتها من الهواجه. بزازه ايه؟ انا هبقى رضها. يا هو جنة فيها ايه؟ يا لهوي ارجع يا هوك. اللي عملتيه في حياتك قوم ورفعت السكين على ابني دي قوم تاني. هات الواد هات الواد. هوجن وربنا وربنا يا هوجن ما هتخرج من هنا حي. انت يا اخي، انت وسخ بني ادم خالع ربنا. انت عاوز مني ايه؟ انت من ساعة ما شفتني مستكبر يا راجل! جريت ورا بهلولور وجريت ورا مراتي واستخسرتها فيا، وفي الاخر بتخطب ابني وتكتمه باسمه! ابعد عني! ايوه! انا بخوف
كنتش اعرف حاجه. انا غفلتنا بشيت لعبه. انا كنت فاكره ابني. هتموت لي الواد الحيل، حرام عليك. اطلب البوليس يا بنت تتفرج علينا. تعالي يا انت ايه شيطانه؟ انا مش عارف ربنا يعمل معاك ايه. هو انا غلطت اللي خدت الواد؟ مش بدل ما يعيش طول عمره ابو ابن حرام لا يعرف له اب ولا ام ولا اصل ولا فصل وعليه طار. روح على كف عفريت جبت له اب نظيف ومخ نظيف يعرف يدلعه ويجيب له اللي نفسه فيه. اضرب اضرب، ما انت ربنا بليك بجد ببخل ومخ عصفورة. ده بدل ما توطي تحب على ايد انا وسيدك لطفي ان نجدنا الواد منك. انت لا نفع اب لعيل ولا راجل لوحده تستند عليه. انت مالكش في الواد ده وجنات لعبان. يعني انتوا الاتنين عارفين اني عشت طول عمري محروم من ابوي وجايين عايزين اكمل نص عمري التاني محروم من ابني ليه؟ انتوا اللي زيكم ما ينفعش يعيشوا. انتوا حلال فيكم الموت. انتوا حلال فيكم الموت. لا لا انا ليه يا اخي؟ محدش قادر يقف قصادك. انا اللي هقف لك. بس انت عندك حق يا ابني، والله عندك حق. انا اللي معرفتش اربي الواد الخايب ده. جاب عيل مش من صلبه وكتبه باسمه. معلي بص بص، خش خد ابنك، خش خد ابنك يلا. محدش هياخد الوالة. امال ايه اللي هياخد؟ وكان ما قلتلكش من الاول. انا كنت هقولك بس اما لقيت معاك اسلحه وموت ثلاثه خفت اقولك تموت نوجة. ما هي اختي برضو. انا مش زعلان منك يا كارو. يلا اطلع نام. تصبح على خير. كمان اهلا وك. اترميت في حضن أزبل الناس. سامحني إني جبتك في دنيا بالمنظر ده. بس أنا مش هسيبك تاني. طول ما فيها نفس داخل ونفس خارج مش هسيبك. مش هطلعك زيي. هدخلك أحسن مدارس وأعلمك أحسن علام وأجيب لك لعب الدنيا. أنا ما لعبتش وأنا صغير. ازاي ربنا كان شايل لي اللعب كله عشان العبه معاه؟ بس انت ما ينفعش يبقى اسمك على اسم اللي دمر عيلتك. انا هطلع بيك بكره على الصحه واسجلك باسم. بس اسميك ايه؟ اسميك بلال على اسم اللي عشت عمري كله وهو ما يخصنيش، ولا اسميك على اسم جدك اللي اتظلم وقضى عمره كله في السجون؟ بس هو بقى في حد يسمي سيد دلوقتي؟ سيد ايه؟
أنا هسميك صالح على اسم الشيخ صالح العناني، وعشان ربنا يطلعك صالح في الدنيا وما تعملش غير الخير. الخير بيقعد يا صالح، وكتاب الله بيقعد. بعد كل اللي حصل لي ربنا جمعني بابني وابوي، وكتاب الله الخير بيقعد يا صالح بيقعد. استغفر الله العظيم يا رب. هنفضل قاعدين حاطين ايدينا على خدنا وكرم وكمال مع هوجان بقاله ميجي شهر؟ انا عايز اخويا وابني حراق. حاضر، من عينيا الاتنين. هقوم اخد دش والبس بسرعه واروح اجيبهم لك حالا. نوجة، هو انت ليك عين تتنقور؟ انت اللي بتستعبطي. عشان الشهر اللي انت بتحكي فيه ده يا نوجة، انا كنت عشان اخش الحمام بحتاج اتنين يسندوني، اروح اجيبهم لك ازاي انا؟ صحيح والله، اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. ما هي ابني انا واخويا انا. لا، انا ايدي مش في الميه عشان انت مش عارفه ولا عارفه اي حاجه. انت مش فاهمه اي حاجه. الواد ده ابني في شهاده الميلاد وقدام الحكومه وقدام الشعب، وهجيبه يا نوجة. اتصرف. انا سامعاك من بدري يا لطفي. عيال ايه يا اخويا اللي هتروح تجيبها يا اخره صبري؟ ابني ياما، ابني هجيبه، ولا عايزاني اسيبه للناطع ده؟ بص ياما، بص ياما، حتى لو الواد ده مش ابني برضه مش هسيبه له. انت يا ولا النسوان لحست مخك باين ولا ايه؟ لولا اني بخاف ربنا وبخاف على الولايه كنت قلت لك من بدري طلقها بوز الاخس دي ورجعها للعشش اللي هي جت منها. يا اخويا من يوم ما شفناها اللي ما شفنا يوم عدل. جرى ايه يا ام لطفي؟ جرى ايه يا حبيبتي؟ على اساس ان عشتك من قبل ما تشوفيني كانت فين؟ في البيت الابيض؟ ما تفتكري كده وارجعي بالذاكره لورا. بت بت نوجة، نوجة لم نفسك بدل ما عمر قطعتلك. يا ولاد انت كنت بتركب التوك توك بتقول يا حرز فين ومفكره نفسك في الملاهي؟ ما تخليني ساكته. ده انت من يوم ما شفتني يا ام لطفي وانت العز كيتس، الشفيلل وعربيات وفلوس وذهب وايه؟ عشان ايه؟ عشان نوجة دي وش السعد. قمر قمر بالساتر. ما تبقيش زي القطه بتاكلي وتنكري. صلي على النبي في عيب. بس بقى الصلاه والسلام يا اخي. بس انتوا بتستغلوا رعدتي يعني؟ انا ربنا لو انا يعني بس اشد حيلي شويه صغيرين ما اقعدلكوش فيها. بنت منى فين؟ بنت منى؟ لا، البنت منى صار شكلها ايه؟ ملهاش يعني في الرجاله الرقد. ايه؟ بس انت من ساعه ما قعدت ورقدت الرقد الحلوه بتاعها دهيا وهي عامله البيت لقنطه. بتنزل وتغيب وتجي على النوم. يلا الله يعينك يا منى. دلوقتي يا عم سلامه حرس اخويا وبط اختي. انا طالب ايد اختي لاخويا. داني يزيدني الشرف يا هوجان باي. وبعدين يعني لو جنابك موافق انا كمان موافق. انا كل اللي يهمني في الدنيا دي ان ربنا يسترها مع بطه بنتي، بنت عمري. وبصراحه يا هوجان باي يعني من ساعه ما شفناك وانت قلبك علينا. روح يا شيخ، اله ربنا يخليك لينا ولا يحرمناش منك ابدا. يبقى اتفقنا. وفرحهم والشبكه وشقتهم هديه مني لاخواتي. بسم الله ما شاء الله. نقرا الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ربنا يخليك. انت لحقت قريتها؟ قريتها بسرعه. انت لحقت؟ اقسم بالله انا لو ليا اخ مش هيعمل اللي انت بتعمله معايا. انا بحب ما تبقاش جلمتي بقى. اقعد. حرس بيبيون عريس البقاء لله يا حرس. بقاء لله ايه يا عم؟ انت انا بتجوز. وعشان كده بقول لك البقاء لله، لان اللي بيموت بيتنقل لعالم اخر بعد ما يدفن، انما اللي بيتجوز بيدفن وما بيتنقلش لعالم اخر. صح؟ قول صح. صح. وجم باشا إيه؟ سمير بره. ايه؟ دخله. صح. عن اذنك. اتفضل يا هوجان باي، اتفضل. سمير انت فين مني؟ خش. بسم الله ما شاء الله. وحشنا يا باشا. ازيك يا سمير؟ الحمد لله يا هوجان باشا. كنت عايز اقول لك من غير ما تتكلم، انا عارف اللي حصل بينك وبين كمال اللبان ومحتاجك معايا. ايه رايك؟ معاك يا هوجان باشا. عاوزة 5 مليون جنيه يا لطفي. نعم يا اختي؟ 5 مليون جنيه يا لطفي. انا خلاص رسيت على كل حاجة في المشروع بتاعي، مش ناقص بس غير ان انا اقوم على رجلي. طب وليه؟ يعني ليه نلعب بعيد عن بعضينا؟ ما انتي معايا في الشركة. معاك زي خيال المقات. راح جاي زي المخفى عليه، ربنا يتولى بقى مطرح مراته. لا ليا صفة ولا المال مالي. نخليه مالك. ازاي؟ صراحة أنا كنت محضرها لك مفاجأة. إيه؟ عارفة أنا هعمل لك إيه؟ هتعملي إيه؟ هكتب لك الشركة كلها بإذنك،
وهجيب لك المحامي بالورق وهنمضي على كل الورق كله. قول والله يا لطفي. والله يا لطفي. يا لهوي عليا وعلى سنيني. انا كنت ظلماك، انا كنت فاكره ان انت جشع وما بتحبنيش. بت يا بت، انا ما بحبكيش. انا اصلا بحب اي حد في الدنيا دي غيرك انت. خلاص بقى خلاص. طب بقول لك صحيح، وانت بقى مش هتطلق منا؟ ما كفايه جوزتها لحد كده. كفايه من انه ناحيه بالظبط، مش واخد بالي يا توفي. ما انت متجوز عشان تكدنا، انا فاهمه كل حاجه. دلوقتي احنا خلاص حبايب، نطلقها بقى عشان نشوف اللي ورانا. اطلقها؟ بس هو انا يعني كنت بكيدك بيها ليه؟ ما انت لو كنت مفطماني من الاول على اللعبه اللي انت كنت بتلعبيها دي، كانت السكه تبقى غير السكه. بس انت هددتيني بقتل ابو زيد عشان اكتب الواد باسمي. بس اللعبه مش حلوه. الواد راح. ايوه يا باشا، كنت عايزه اشوفك ضروري. عندي ليه خبر بمليون جنيه. بقول لك ايه يا منى يا حبيبتي، انا مش فاضلك خالص الايام دي. لو في اي حاجه مهمه ابقى بعتها لي على التليفون. يا باشا ده انا جايبه لك الضربه الكبيره، ماتش الاعتزال زي ما بيقولوا. بس تقدرني صح. انجزي يا منى، هاخد منك مليون جنيه. انت هبله يا منى. وانت لما تسمع بس اللي انا هقوله لك هتطلع دفتر شيكاتك لوحدك وهتكتب لي اللي انا عايزاه. قول يا مين. لطفي قتل واحد اسمه ابو زيد. قولي تاني يا مين. نقول تاني. لطفي الحراق قتل واحد اسمه ابو زيد، ونوجا كانت بتهدده بالحكايه دي عشان يرضى يكتب الواد ابنك باسمه. عارفة يا منى، المشي البطال يا ما بهدل الأبطال. مين الحلو يا حلو يا حلو اللي هيبقى عند شركة دلوقتي بتاعته لوحده خالص؟ بتهزر يا لطفي؟ وحياة أمك؟ وطي صوتك لما تصحى وتفض الشراكة وتقولي نص بنص مع نوجة. ينقطع لساني لو حقها يضيع. يلا يلا هسكت خالص. يلا 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 امضي. امضي هنا اهو. اه طب ما انا عندي فكره بقى، ما انا هبصم احسن. ايه رايك؟ اصل انا خدت في العربي مفحكش. مفحكش؟ انت تعملي اللي انت عاوزاه، تمضي تبصم اعملي اللي انت عاوزاه. انا جايب لك خدامه، بصي لغوصي ايدك وعيش على الورق. يلا لطفي هنا اهو. يلا يلا ادي بسرعه. خلاص مبروك انا جنوجه. الله يبارك فيك يا لطفي. عارف عشان اللي انت عملته ده اهو ليك عندي هديه. ايه هديه؟ ايه؟ استنى. طيب ماشي. امسك قلب في الصور دهيت ومسمس. وماله؟ اصحي اصحي. يعني ليه انا بعتيني الهوجن بكامي؟ انا اتجوزتك ونضفتك وعملتك بني ادم وخليتك ست ومحترم. بتبيعيني ليه؟ لو عايزه فلوس قولي لي اديكي مليون اتنين عشرة. انا معايا فلوس قد 100 هوجن. انما توقفيني قدام نفسي في المرايه واشوف نفسي اسمها ليه؟ لا لا انا والله ما بعتك، والله ما بعتك. مش ازاي؟ ما كنتش عايزه فلوس، ما كنتش عايزه فلوس. انا كنت عايزه امان بس مش اكتر. وانت لا فلوسك ولا امانك لحد يا لطفي، لا ليا ولا النوجة ولا لامك. انت ما بتحبش غير نفسك وبس، وبتكره اي حد غيرك. انت لسه هتودي عليا؟ انت عارفه انا هعمل فيكي ايه؟ انا مش هخليكي تهزي دماغك، لا انا هقطع رقبتك وهعلق راسك على باب البيت، وطول ما انا رايح جاي اقعد العب فيها كده وهزاها. لا يا ولد يا ولد، البنت هتموت في ايدك. ايه يا اما؟ ايه يا اما؟ دي زباله. ما تفسخش ايدك بالزباله، سيبها. ما تفسخش. روحي جيبي لي ورقه فاضيه وخدتها بسرعه من جوه. عيني يا اخويا. ايه يا اما؟ ايه دي بتخنق؟ ما انت اللي لمم علينا زباله الحريم. خد يا اما، خد يا اما. اوعي يا اما كده. لا تعالي. لا لا تعالي هنا. مش هخلص عليكي.
انا مش هخلص عليك وتتحسبي عليا بني ادمه عشان انت اصلا صندوق زباله. ليه لطفي والنبي؟ انا هخليكي بقى ايه تتصوني على كل حاجه كده عملتها لك وجبتها لك عشان تخرجي بالحاجات اللي جابها لك الوسخ الثاني وبس. وخليه ينفعك. يلا يا حبيبتي تعالي تعالي بقى هنا. غرض في داهيه وربنا يا لطفي ما تستاهل دفرك. هو انا كل خرابه يطلع لي فيها هوجن؟ بس انا مش هخسر، انا مش هخسر ومش هقع، وهقف على لعبه كل واحد فيكم وهتدفع عليكم من فوق. بعد اذن سعادتك انا كمال باشا، انا شايف ان المفروض سعادتك وبهلول تصفوا بقى خلافاتكم القديمه. احنا جماعا كده لو ما حطيناش ايدينا في قدام بعض وربنا يهوجن هيكون واحد ورا التاني. انا ما عنديش مانع بدليل لما بيدولي فتحت لكم مكتبي. احنا عايزين نبدا صفحه جديده. كل اللي فات ده نموته لان تعابينه طلعت علينا من كل الجحور. وانا من ايدكو دي لايدكو دي. عارفين ليه؟ لان انا طول عمري معلم، ولما المعلم يتكلم قصدي يعني ان انا ابن سوق، وابن السوق يعرف يسوق ويمد ايده للمصلحه حتى لو كانت جايه من ايدين اللي غدروا بيه وعلموا عليه. ماشي يا كمال يا لبيت، نبدا صفحه جديده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقى عايزاكم كلكم جماعه كده تشقلبوا وتجيبوا لي ابني من هوجن. ماشي؟ هوجن ده لازم يموت. مش كفايه يموت، لازم يعرف قبل ما يموت ويفهم هو لعب اللعب القذر ده مع مين. يتعذب يا باشا، بعد اذن سعادتك يتعذب. انا بقالي شهر ما خرجتش من البيت. خلاص، كل حاجه عملها هوجن هيدفع ثمنها وبالفوائد كمان. طب اقسم بالله القعده الحلوه دي نقصاني. لا 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 لا، يا لهوي، ده هوجن معلم عليك واحد واحد ومحدش هيعرف يرد الضربه دي من غيري. ما انا اللي كنت معاه، وانا بقى عارفه الضربه اللي توجعه فين. اهلا يا ضربه. ورده. اهلا يا حامش. مدام ورده كلمتني وعرفت منها ان هوجن استندل معاها زي ما استندل معانا بالظبط، وقالت لي انها جايبه معاها هديه لينا. الفلاشة اللي بهلول سلط هوجن ولطفي ونوجا عشان يسرقوها منك يا باشا، سبحان الله وقعت تحت ايدي بالصدفة. بس هوجن معاه نسخة منها. طب ما هو كده ما يبقاش ليها لازمة. ملهاش لازمة. الناس اللي في الفلاشة دول لو اتراضوا هوجن اللي هيعرف ياخد بيهم حق ولا باطل، وساعتها بقى ناخدهم احنا تحت جناحنا قبل ما هو ياخدهم في صف. تجننتش ولا ايه؟ انت عارفه الناس دول مين وتمنهم قد ايه؟ في ايه بس يا ست الكل؟ ده انا شايف يعني صراحه ان ورده جايه مدلنا ايديها بالخير كله. يعني نقفل بابنا في وشها ولا نمسك ايديها؟ انا شايف يعني صراحه تركيبه الشر الحلوه اللي قاعده دي والتجميع الحلوه دي عمر ما كان حد فينا يحلم بالكلام ده خالص. بصراحه القعده دي ما توقعش هوجن، توقع هتلر ذات نفسه. بعد اذنكم لو ما فيهاش اي اساءة ادب مني تسيبوا لنا الطلعه دي. ياض امشي يا قلي، ياض امشي يا قلي. انت ما بتمشيش ليه؟ انت المفروض تكون بتجر توك توك دلوقتي، انت ابن هوجن. ماشي مش هتعيط. وايه الشلدومه دي؟ ايه الشلدومه اللي عايزه تتاكل دي؟ بس بس يا اخويا بس. جامد ازاي؟ ايه يا عجم ده؟
يلا سلام. ارجع ارجع. يا لهوي في يا باشا، في يا باشا. صالح انت كويس؟ صالح وكرم مستخبوا جوه. بسرعة تفتحوش لحد. أنا مش مصدق الكلام اللي أنت بتقوليه ده يا نور. لميس هتخليكي تدمني ليه؟ وهوجن عارف الكلام ده منين؟ لو سمحت يا علي، مش عشان لميس تبقى عمتك وأنت أصلاً ما بتطقش هوجن فهتكذبني، أنت عارف إن أنا عمري ما كذبت. أنا ما بكذبكيش يا نور، أنا بحاول أفهم. تفهم؟ بعد كل اللي أنت شايفه قدامك ده ولسه ما فهمتش؟ أنت مش واخد بالك إن إحنا في مصحة علاج إدمان مش في النادي؟ ناقص بقى يحصل إيه تاني عشان تفهم يا علي؟ طب أنت قاعدة لوحدك ليه يا نور؟ في الندى ما جبتهاش ليه تقعد معاكي؟ بصراحه انا ما قلتش لاي حد على اللي انا فيه، حتى بابي نفسه انا ما بكلموش. انا حاسه ان انا لوحدي قوي عليه الفتره دي، مفيش غير هوك هو اللي جابني هنا، هو اللي بيسال عليا وبيتابعني طول الوقت. حتى ندى بحاول اكلمها كتير قوي، تليفوناتها مقفوله وما بتردش، مش عارفة بقت غريبة قوي الفترة دي. بصراحة بقى يا علي، أنا لو أعرف إن أنت هتكدبني ومش هتصدقني أنا ما كنتش رديت عليك أصلاً ولا قعدنا مع بعض دلوقتي. لا يا نور هصدقك. وعلى فكرة أنا بدأت أدور على اللي قتل سميح، وقبضنا فعلاً على اللي ننفذ، وإن شاء الله هنجيب اللي وراه. وبدور كمان على الحاجات اللي بتحصل في اللباك جروب، ولو وصلت لحاجة هتعرفي فعلاً إن أنا ما بيهمنيش حاجة غير الحقيقة. أيوه حور، تعال لي بسرعة على البيت. في رجالة هجموا عليا أنا وصالح وكانوا عاوزين يقتلوني وقتلوا عمك سلام. أنت هتقعد ترغي؟ يلا تعال لم الموضوع بسرعة عشان أنا عندي مشوار مهم. ماشي، مع السلامة. بقول لك يا دكتور، الأنسة نور لازم تيجي معايا دلوقتي حالا. أنسة نور ما ينفعش تخرج دلوقتي، دي تقريبا خلصت كورس العلاج، وبعدين دي لو خرجت دلوقتي ممكن يجي لها انتكاسه ويرجع الموضوع اصعب من الاول بكتير. حضرتك والله انا عمري ما هرجع للقرف ده تاني، انا ما كنتش مدمنه يعني. برضه ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ هو ايه اللي ما ينفعش؟ انا بقول لك تخرج يعني تخرج. ماشي يا فندم. وتكتب لها على علاج وهتمشي عليه، انت هتخاف عليها اكتر مني. ماشي يا فندم، ماشي. ريم الشقه كلها قدامك اهي، اهم حاجه صالح وكرم يبقوا مرتاحين. ماشي حاضر. تعالي صالح. ايه اللي حصل يا هوك؟ كل الزباله اتلموا عليا، وصالح وكرم في رقبتي. انا لو حد منهم جرى له حاجه مش هسامح نفسي. ما تخافش يا هوك، انا كمان لو اي حد منهم جرى له حاجه مش هسامح نفسي. انا خايف عليك يا ماما. ما تخافش عليا يا هوك، انا هكمل علاج هنا في البيت. انا ما كنتش يعني مدمنه للدرجه دي. اصل انا ما عنديش حد في دنيتي أأمنوا على صالح وكرم غيري. تقلقش، هما فاهمين، بس هو شبهك قوي يا هوك. طلع جلنت لابوك واتجلنت قوي، شبهي فعلا. بس انا هحارب عشان ما يبقاش شبهي في حظي كمان. ما تقلقش، انا هشبهك وعشان صالح هعمل اي حاجه تتخيلها. ازيك يا نور؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ أنا كويسة. انت وحشتيني أوي يا نور، مش ناوية ترجعي الفيلا؟ لا أنا مرتاحة هنا. طب ده أنا حتى ما عرفلكيش أي عنوان. ما ينفعش كده يا نور، أنا عاوز أشوفك ضروري. أوكي. لا مش أوكي يا نور، بقولك ايه، أنا هستناكي بكرة ضروري في الشركة. أنا مجهز المحامين والأوراق عشان أنا عاوز أنقل ملكية كل حاجة باسمك، وأنت هتديري كل حاجة يا نور. ماشي، بكرة إن شاء الله.
باي باي. ليه خليتني اعمل كده هو كان ناوي على ايه؟ كل خير، بس في حق لازم يرجع للصحاب. انا همشي، انا في حاجه عاوز اعملها قبل ما امشي. عايز تعمل ايه؟ يا رب انا عارف ان القوه مش في الجسم وان القوه في الصبر، وانا صبرت كتير على اللي ظلموني واهانوني، بس وجع قلبي على موت امي اللي ما شفتهاش، وضيع عمر ابويا في السجون عمى قلبي وتعبني. يا رب جربت الاكل والشرب والفلوس وما ارتحتش. الراحة عندك انت، الراحة عندك انت. يا رب ارزقني براحة البال وصبرني وقوين. يا رب قوين ارجع المظالم لاصحابها. يا رب بارك لي في ابني صالح وابعد عنه كل شر. يا رب سامحني اذا كنت نسيت او اخطأت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب طيب في إيه؟ في نجوى صابر المنوفي. أنا نجوى صابر المنوفي، في إيه؟ عملت حاجة؟ باشا، إيه ده؟ هو في إيه بالظبط يا باشا سعادتك؟ في إيه سعادتك؟ معانا امر من النيابه بالحجز على كل ممتلكاتها والقبض عليها لحين تسديد ديون شركتها للبنوك. شركتها بقت تكتب لي الشركه باسمي عشان مالكش غيري يا لطفي؟ بتحبس مراتك يا واطي؟ بتحبس مراتك يا لطفي؟ الحق ابنك يا لطفي يا باشا، ما تبنيش شركتي. ليه كده بس يا لطفي؟ دي عامله تعملها. خلاص خلاص، انت عندك حق نوكا. يا باشا بعد اذن سعادتك، يعني انا مش هينفع احبس مراتي. حبيبي ربنا يخليك. انت طالق نوكا. يا نهارك اسود، بتدلقني وربنا يا باشا مش شركتي، ده شركه لطف. استنى بس يا باشمهندس. يلا معلش. وربنا مش شركتي يا نوكا. ماشي يا لطف. يا نوكا ماشي يا لطف. لا استنى بس، وربنا مش شركتي. دي عامله تعملها يا نوكا انت وانا مش هتبطلنا دالة بقى. يلا بس. مبروك يا هوجان باشا. نازل رجل. مبروك على ايه؟ قبض على محمود فايد النهارده. حلو ده، حلو. اللي بعده عاوزك تكلم رمضان الورداني تقول له ان هو كان عارف مين اللي قتل ابو زيد وان هو هيجيب لك طاره. بسم الله ما شاء الله. انا حاسس ان انا شغال في مكتب السي بي سي. الايه؟ مكتب السي بي سي يعني مخابرات الامريكيه يا هوجان، مش تفهم انت؟ طب نوع على ايه يا هوجان باشا؟ اللي جاي ما جاش زيه يا حورس. هيلعبوني بالدراع هلاعبهم بالدماغ، واللي هيقف قدام القطر هيموت. ويخلوهم قد كلامهم يخلوا كلامهم على قدهم. اتغيرت قوي يا هوجان عن اول مره قابلتك فيها. يمسيك بالخير يا فوزي. ما انا قلت لك يا حورس مفيش حاجه بتفضل على حالها. الله، يا مساء الورد البلدي. ايه الحلاوه دي؟ وربنا وحشاني. عارفه وحشاني من امتى؟ من ساعه ما بعتيني اجيب لك ازازه ميه من الكشك. فاكره ولا ناسي؟ يا خطوه عزيزه يا لطفي حراق، اقعد. ماشي. يا ترى بقى الست نوجة عارفه ان انت عندي هنا ولا جايه من وراها؟ انا كده ازعل، انا كده ازعل منك وجامد. عارفه ليه؟ عشان لطفي الحراق ما بيستأذنش. وعارفه ليه كمان؟ عشان انا دلوقتي بقيت راجل سنجل مطلق. يا الف بركه. سي ثانكيو. خير؟ يعني انا بسمع ان هما بيقولوا ان عدو عدوي بيبقى صاحبه وصديقي، يعني احنا كده بقينا أصدقاء. بس صراحة
أنا طمعان في أكتر من الصداقة شويتين تلاتة أربعة. وهم كمان بيقولوا قلة الصداقة أشياء. نعم قلة الصداقة أشياء. غلط مش صح. ما ترسيني طمعان في إيه؟ لا أنا مش طمعان ولا حاجة، بس أنا شايف يعني إن مدام حبيب القلب الأولاني هوجن باعك في الأوكازيون، أنا شاري. حط قرشنا كده على قرش بعض ونكبر سوا، نحط إيدينا في إيدين بعضينا ونكتب الكتاب ونبعت الجواب ونبسط بعضينا جامد. هو أنت عاوز تتجوزني يا لطفي حراق؟ أيوة بس على سنة الله ورسوله. موافقة بس بشرط. شرط إيه؟ شرط إيه؟ هحط فلوسي على فلوسك ونبقى شركة في كل حاجة. حلو. اللي قاعد قدامك ده مفلس أنضف من شركة الصابون ذات نفسها. آه بس اللي أنا أعرفه إن أنت سرقت الأثارات من بهلول، واللي عملت لك كل ده بتمثال ولا اتنين. أثارات إيه؟ دول بقوا معلين زي عرايس المولد، مرميين ملهمش أي صرفة. صرفتها عندي، هات بس كل اللي تقدر عليه وأنا هصرفهولك. طب معلش يعني ما تأخذنيش، أنا لما أديك الحاجة ايه الضمان بالنسبة لي؟ أصل أنا ما بقتش تلميذ دلوقتي، أنا اتخرجت من المدرسة من بدري. ما تقلقش أنا هدفع كاش وهبيع. مش غلط. طب نقرأ الفاتحة والمصحف. والمصحف ما حافظها، بس عامة ألف 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 مليون مبروك. بعد إذنك عم فتح هنا. هو أنت هتتجوزيه وكمان هتكيشي؟ أنا هطمعه لحد ما أخد كل اللي معاه. اللي مع لطفي ده أنا اتبهدلت واتمرمطت مع بهلول عشان أوصل له طول عمري. يعني من الآخر كده يا مجدي، كل اللي مع لطفي لازم يبقى على حجري هنا. ألف مبروك يا أنسة نور، بس خلي بالك المسؤولية تقيلة. إن شاء الله خير. خير إن شاء الله. أنا بالنسبة لي أنسة نور إن شاء الله خلال يومين هيكون الورق ده كله توصل. متشكرة قوي. طيب اتفضلوا أنتوا أساتذة، متشكرين قوي. شكرا. اتفضل. شكرا وبالتوفيق. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. أنا آسف يا نور. آسف يا حبيبتي. تي كان عندك حق لما قلتي لي لميس ومحمود بيسرقوني، الشيخ عبد الجواد كمان كان عنده حق. عشان كده روح انا كتبت لك كل حاجه باسمك. الفايل ده فيه كل حساباتي في البنوك اللي بره مصر، خليه معاكي، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل لي، محدش ضامن الموت من الحياه. كتبت لها كل حاجه يا جمال؟ دي اخرة خدمه الغز؟ هتكرر الظلم اللي ظلمتهولي طول حياه امها التاني يا جمال؟ بعد السنين دي كلها بتبيعني انا ومحمود؟ على فكره انا خلصت موضوع محمود من غيرك، والواد الزباله دوت غير كل اقواله في النيابه، وشويه وهتلاقي محمود جاي ورايا، وانا ومحمود اتفرج بقى على لميس هانم يا كمال باشا. ما بتردش عليا ليه؟ مش قادر ترد عليا؟ يا نهار اسود وليل ب 60 جنيه ده. جدا يا حبيبي القمري بحبك. شايفه ده لميس؟ شفت لك انت قمر قلبي. انت اللي حياتي كلها شايفاه؟ عندك حق، محمود هيخرج، لكن انت لا. عارفه ليه؟ عشان انت واطيه وسافله وخاينه. أنا الغلطان، عمري ديل الكلب ما بيتعدل. سفلة. ها اخلص من الزبالة دي ونظف المكتب. الله، امال فين الست لميس مراتك حاليا
ولا مؤاخذه مدام بهلول سابقا. لميس تعبت وسافرت بره. يا جدعان وربنا هوجن هيخلص علينا كلنا واحد ورا التاني. انا بقيت بمشي في الشارع بتلفت ورايا زي الحراميه. الحراميه نفسهم ما بيمشوش يتلفتوا حوالين نفسهم كده في الشارع. وعمل معاه في ايه؟ هوجن وقع شركه لطفي الحراق وزق عليه البنوك. بس لطفي كان عامل حسابه وشايل الشيله كلها لمراته، ويا حرام اتقبض عليها. فاكر اول ما شفتك يا لطفي قلت لك ايه؟ قلت لك انت عيل زباله. حصل انت غدار وخاين وبياع بتستندل مع اي حد حتى مراتك يا اوطى خلق الله. خليك في حالك يا بهلول يا حامش، لحسن وربنا كل اللي جوايا دلوقتي هطلعه فيك. طب بنهزر؟ احنا مفيش قدامنا وقت دلوقتي، هوجن بيتحرك اسرع مننا، يا يخلص علينا يا نخلص عليه. ماشي يا ربيت، نخلص عليه، بس ازاي؟ هو احنا مش سبناها لكمال باشا مره، وسبناها للطفي مره، وسبناها لك انت يا بهلول باشا كذا مره. خلاص سيبوها لي انا بقى المره دي، وانا هوريكم انه ما يجيبها الا حارمها. خير يا ورده؟ عاوزاني في ايه من ورا هوجن باشا؟ عاوزك في مصلحه حلوه. عايز ايه يا لطفي؟ اهو بقالنا كتير قوي ما عدناش مع بعضينا وعشتني. تصدق برغم كل اللي انت عملته فيا بس طول عمرك بتضحكني. الله يكرمك. عايز ايه يا لطفي؟ عاوز اقول لك على سر خطير جدا يا ممكن. قول. انت ما طلعتش غبي. تصور طلعت انا اللي غبي. ما عرفتش اقراك صح أول يوم شفتك فيه. بس أنا قريتك صح من أول مرة شفتك فيها وعرفت إنك غبي. طب أقول لك أهو جميل، اللعبة الحلوة اللي إحنا فيها دي إحنا بدأناها سوا وفي نصها دلوقتي، فبلاش نفتح صدرنا جامد عشان مش عارفين مين اللي هيقفل على كده في الآخر. لا يا بوب، إحنا فعلا بدأنا اللعبة سوا، بس أنا اللي هنهيها دلوقتي. أنت خسرت كل محاولاتك، الضربة اللي جاية لموتك. أقول لك كلمتين زي بتوع الأفلام والمسلسلات؟ قول. أنا قطة هوجن بسبعة أرواح، يعني مهما عملت فيا هلم بعضي من تاني وأقف على حيلي، وهجيلك في كوابيسك وهسودها عليك. القط يحب إيه؟ خناقه؟ صح، وأنت فعلا قطة يا لطفي، بأمارة إنك قاعد معايا دلوقتي. طب أقول لك على حاجة كمان يا عم هوجن حلو. قول. أنا حسبتها صح في الأول بس أنت اللي بوظتها. كنت أنا المخ وأنت العضلات. عارف كان زماننا معانا إيه دلوقتي؟ كان زماننا معانا قد الفلوس اللي معانا دلوقتي مليون مرة، وكان زماننا ملوك السوق. السوق ملوش غير ملك واحد يا لطفي. وماله؟ إيه المشكلة يعني؟ كنت تبقى أنت الملك وأنا الوزير. الملك هو ربنا يا لطفي. أيوه. وكلنا عبيده بننفذ إرادته. المال ملك للي خلق، ومهما غرفت منه عمر بطنك ما هتاكل اكتر من طاقتها. تجدق الحكي. عارف ليه يا هوجن؟ ليه؟ عشان شغل الدروشه اللي انت فيه ده مش لايق عليك. عارف كان لايق عليك انت ايام ما كنت بالزنط الزيتي والبنطلون الازرق اول ما شفتك في القطر زمان، لما قلت لي ان سجاد السيده احن على البني ادم من حضن امه. لكن دلوقتي ايه؟ دلوقتي ايدك دي زي ايدي دي، الاتنين غرقانين في الحرام. ما تبقاش غلط. مش غلط. مش غلط اني فهمت الدنيا صح. ولو ايدينا احنا الاتنين غرقانين في الحرام يا لطفي فانا بغسل ايدي، بس انت ما بتستحماش. عامة احنا لسه فيها. لو عايز تخلص من الناس اللي ظلموك زمان، كمال بقى، بهلول، ورده، محمود، ايا كان، اربع رصاصات يخلصونا منهم وانا عزمك عليهم. ونرجع سوا بقى مع بعضينا زي زمان. زي القطر والحاره والطلعات بتاعت بالليل
واوعى القطر جاي علينا. ايه نسيت؟ لو بالرصاصات احرقها هيبقوا 5 رصاصات، وهوقفك في الصف وانا بضرب نار. انت لسه يا لطفي عاوز تلعب دور الشيطان وتوسوس لي في وداني. لو بقك هو بقك فوداني ما بقتش وداني. حلو حلو يا عم هو. طيب لو ده اخر الكلام اخوك، انا احب اقول لك ان الحراق هيضحك جامد قوي في الاخر. ما بقاش فيها ضحكه خلاص يا لطفي. اللي جاي كله عياط، واللي هيعيط جامد هو اللي هيعيط في الاخر. هز راسك، هز راسك. اللي جاي ما جاش زيه. تمت العملية بنجاح تام يا وردة الغرام. حلو قوي. وديهم بقى المكان اللي قلت لك عليه، وكمان اللباد ما يعرفش ان بنته الحلوة مخطوفة. خلينا بقى ندوس بيهم هما الاتنين على قلب هوجن عشان يجي لنا مدروخ. وماله؟ ندوس على رقبته قبل قلبه كمان، لازم نعلم عليه. ماشي. ماشي يا هوجن، ورحمة خالتي اللي عرفك ان اللي وردة تقف قصاده يبقى امه داعية عليه. بيقول لك عاوزك في حوار مهم جدا. متشكرين، كتر خيرك. منور يا معلم، والله ليك وحشة. هوجن باشا بعتني ليكي برسالة. رسالة؟ أول مرة أعرف إن كبارات الوردانية بقوا بوسطجية. أنا جاي أقول لك على اللي جت لخالة الكوثر. مين؟ بهلول الحمش. هو اللي جت لخالتك بمطرده. وأبو زيد واد عمي كان شاهد وهو قاتل هوجن عشان يقتله. ألو، إيه يا هوجن؟ إيه يا حاج؟ لطفي الحراق راكب عربيته وطالع على التراب بتاع أبوه. طب يطلع وراه. وما تظهرش غير لما اجي لك انا والرجال. عم سنوسي، عم سنوسي، عم سنوسي. ايه ده؟ استاذ لطفي. الحمد لله على السلامه يا استاذ لطفي. يخرب بيت تنحتك يا اخي. طب الصحه والسلامه. ربنا يخليك. بقول لك ايه، روح بقى ها سجارك الحلوه الصفرا خضرا حمرا دي ها، وتروح تجيب لي ورد حلو عشان نطري على الحاج هنا تحت. الف رحمه ونور على الحاج. المهم من عند الراجل بتاع الورد اللي هو البعيد قوي قوي ده. ها عارفه؟ عارفه عز المعرفه. يلا. الهي يوسع عليك. الهي خلاص بقى اخلص. الهي ما تقع في دي. اخلص بقى عليك. تتلم قوي. السلام عليكم ابويا. اتأخرنا عليك؟ في ايه بالظبط؟ انا مش فاهم حاجه. دفن الاثار في تربه ابوك، حتى الراجل الميت ما رحمتوش من ندالتك يا اخي. اثار؟ اثار اثار ايه يا هو؟ كان ما فيش اثار ولا حاجه. انا ابويا كان وحشني فجيت اقرا له الفاتحه مش اكتر. كنت نازل تحت تقرا له في ودنه ولا ايه؟ ابويا كان سمعه تقيل.
طول عمرك دم خفيف يا لطفي. ربنا يخليك. يلا رجاله انزلوا هاتوا الصناديق عشان نوسع للحاج في تربته. حورس رمضان انزلوا هاتوا الحاجه زي الزعيم قال. معاهم يا منفاه. صح صح. ايه مفيش حد هيقف ناحيه الحاجه. اتفضل يلا انزلوا. حورس امسك ات. يا صالح يا صالح خلي بالك من صالح. اوعى ايدك معايا يا صالح. شش بس بيه بطلي معايا يا بنت اللبيه. ترى ايه يا بنت سويفه؟ ما تشوفي نفسك هتروحي فين وسط الرجاله دول؟ لما المعلم يتكلم انت تبقي ودن وتسمعي الكلام وبس، عشان ما تضريش نفسك ولا تأذي العيل الصغير اللي معاك ده. انت عارف اوجن لو يعرف اللي انت بتعمله ده هيعمل فيك ايه؟ مين؟ اوجن؟ اوجن ده اختراعي يا بنت اللبهت، اختراعي انا. اه والله اوجن ده العفريت اللي انا طلعته وانا اللي هصرفه وقفه خلص علي خالص. خدوها جوه كتبوها. قالوا اوعى عينك انت وهو. كتبوها اوعى كتفوا العين. نهار اسود ده في قتيل هنا يا واجل. قتيل؟ قتيل ايه؟ مفيش قتيل ولا حاجه. قتيل ايه؟ قتلت مين يا لطف؟ مفيش حد. ده انا ابويا هو اللي مدفون تحت لوحده هنا. ابو زيد مين؟ ابو زيد؟ استنى رمضان يمكن عنده حق، ما تظلموش. نزلوا القبر يا رجاله واقفلوا عليه ويتصفى بقى هو ابو زيد ويشوف قتله غلطه ولا قاصد. لا 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 ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ اهو مش 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 هينفع كده. ده انت حتى يعني خدت كل حاجه وانا غسلت كل حاجه. الضرب في الميت حرام يا اوجن. اكرم الميت دفنه يا لطفي. حي دفنه حي. ما ينفعش كده يا اوجن، ما ينفعش. سيبوني عشان كده حرام يا اوجن، ما ينفعش اموت كده. ومن اعمالكم صلت عليكم. تبت تبت يا شيخ اوجن، انت توبتني. سيبني بقى. انا ماليش دعوه بالموضوع ده، ربنا اللي يحكم فيه. طب اقول لك على حاجه، اقتلني الاول وبعدين ادفني. يعني خليني اموت حلو، يعني ارحمني في موتي. وانت ما رحمتنيش في عيشتي ليه؟ اقول لك على حاجه، اعتبرني عبد، اعتبرني عبد ليك. خلاص انت عملت فيا كل حاجه حلوه، انت عملت فيا كل حاجه حلوه وتوبتني وخليتني زي الفل بني ادم نضيف من جوه. انا عبد ليك. قضي الامر الذي فيه تستفتيان. نزلوه. يلا. طب ثانية واحدة بقى! ثانية واحدة! أنت إيه؟ أنت نسيت نفسك ولا إيه؟ ولا صدقت شوية الكلام اللي أنا كنت بقوله لك دلوقتي؟ بقول لك إيه يا أوجن؟ موتة لطفي الحراق غير! انزل بالتراب يا راجل.